كلها نتيجة ل inverse stretch reflex is initiated. بتقرا الكلام وتسمع الصوت اللي انا بقوله والصورة اللي قدامك، يبقى الموضوع 100%. ده اسمه اللينثنج رياكشن، والميكانيزم بتاعته طبعا عن طريق inverse stretch reflex. نيجي على السكيليتال ماسل تون. طبعا الماسل تون معناها ان الماسلز بتاعتك ما هياش، وانت في الريست يعني، ما هياش كومبليتلي ريلاكسد. لا، الماسل بتاعتك وانت في الريستنج كده فيها سلايت كونتراكشن كونتينيوس. كلمه تون دايما تحمل معنى الكونتينيوتي، الاستمراريه يعني. ها؟ يعني في استمرار في الاكتيفيتي. يعني مثلا لما اقول سمباتيتك تون على الفيسلز او باراسمباتيتك تون فيجل تون على الهارت، يو ريمبر؟ يعني كونتينيوس افكت، لكن مش ماكسيمال. يقول لك سب ماكسيمال، وهنا طبعا اقدر اقول سب تيتانيك، يعني ما هوش الايه الكونتراكشن اللي يعمل تيتانس يعني. فهو كونتينيوس سلايت كونتراكشن في الماسلز، ويبان قوي في الانتي جرافيتي ماسلز during rest. انتي جرافيتي ماسلز، ايش معنى الانتي جرافيتي ماسلز؟ اولا ايه هما الانتي جرافيتي ماسلز؟ انتي جرافيتي اللي هي بتحاول ان هي ايه توقفك كده على حيلك كده، تبقى في حاله الستاندنج او اريكت بوستشر كده اهو، من غير الجاذبيه ما تاثر عليك وتوقعك. فاول انتي جرافيتي ماسلز هي الكوادريسيبس دي طبعا، اللي بتفرد الني. طب انت متخيل بقى ان الجاذبيه بتحاول دايما تاخدك لتحت، يعني بتحاول تطولها، يوم يحصل فيها ستريتش ريفلكس وتبقى كونتراكتد، واخد بالك، عشان تقدر ايه تفرد اللور ليمب وتقف عليه ما تقعش. يبقى اول انتي جرافيتي ماسلز هي ايه اكستنسورز اوف ذا لور ليمب، وعكسهم بقى الفليكسورز اوف ذا ابر ليمب دول انتي جرافيتي. وبعدين في الماسلز اوف ذا باك وباك اوف ذا نيك، دول برضو ايه انتي جرافيتي. لو انت لو جرافيتي سبتها تشتغل عليك هتروح واخداك وايه عامله لك فليكشن في ظهرك كده، تروح ظهرك متني. وايضا الماسلز اوف ذا لور جو اللي هو الفك الاسفل برضو، العضلات اللي ماسكاه انتي جرافيتي، لان الجرافيتي عاوزه تفتحه. وبعد الشر كده عليك لو يعني شفت حد بيموت يعني، اول حاجه بتحصل فيه تلاقي الفك بتاعه راح ايه ساقط، الفك يسقط على طول. ليه؟ لان الماسلز اللي ماسكاه فقدت التون، فقدت الايه الكونتراكشن البسيط اللي فيها ده اهو، فتلاقي الفك راح ساقط على طول. فكل دول انتي جرافيتي ماسلز، ففيهم الماسل تون زياده، ولكنه موجود في الماسلز كلها، اوعى تنسى هو موجود في كله، لكن بالذات وبوضوح جدا في الانتي جرافيتي ايه ماسل. وطبعا الكونتراكشن بسيط بحيث انه ما يعملش فتيج يعني، فشغال على طول طبعا. ووجدوا ان يعني استهلاك الاكسجين الزياده اللي بيحصل عشان الماسل تون ده قليل قوي، فما تتعبش. والموتور يونتس هنا تشتغل ايه بالتناوب الترنيتنج، يعني تلاقي مجموعه اشتغلت شويه ومجموعه ترتاح، وشويتين واللي كانت مرتاحه تشتغل واللي كانت شغاله ترتاح. وايضا تلاقي كل موتور يونت لما يبقى فيه سيجنالز عن خلاله يعني ديستشارج من السباينال كورد، تلاقي سيجنال طالع بريت قليل، فريكونسي قليله. يعني باختصار كل الظروف هنا مهيئه ان يبقى في ماسل تون ولفتره طويله اند وذاوت فتيج. ما تتعبش ابدا لاسباب كثيره جدا. فهنا بقى الميكانيزم بتاع الماسل تون ايه؟ الانتي جرافيتي احنا قلنا هي ده. لكن في الماسلز العاديه بقى اللي ما فيهاش ايه تاثير قوي، الجرافيتي مالوش تاثير قوي يعني. فبقى حكايه جميله جدا. حاجه بقى ايه اناتوميكال خالص كده، يرباني من عند ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عارفين الماسلز لها اوريجين ولها ايه؟ انسيرش. وجدوا ان انت مخلوق كده ان هذه الماسلز سلايتلي شورتر
عن المسافه، المسل طولها اقصر من المسافه بين الاوريجن والايه؟ والانسيرشن. يعني مثلا افرض ايه هذا العنوان مصل، تذكره المسل تو، نفرض انه مصل وله اوريجن وله ايه؟ انسيرشن. وهذه المسافه مثلا 15 20 سم، 20 سم مثلا يعني، ها؟ مثلا تلاقي المصل اللي هنا وتلاقي المصل دي 19 بس. يبقى 19 سوال، والمسافه نفسها كام؟ 20. يبقى المصل لازم تبقى ايه؟ استريتش. ففعلا المصلز بتاعتك كلها استريتش شويه، لانها مخلوقه كده انهيرنت، رباني كده، ان اللينس بتاعها شورتر عن الديستانس ما بين مين؟ ما بين الاوريجين والانسيرشن. ما دام مشدوده شويه هيبقى فيها استريتش ريفلكس طبعا شغال على خفيف كده، اللي هو المصل ايه؟ تون. ماشي. طبعا بقى الانتي جرافيتي ماسلز العمليه بتزيد بالتاثير الجرافيتي كمان، ان الجرافيتي كمان بتحاول انها تشدها اكتر طبعا. يبقى القصه كلها هنا ان هي طبعا هي ستاتيك تايب، طبعا مش ريفلكس، مش عايز كلام طبعا، ستاتيك لو انت ساكت كده على طول. وشفنا بقى الاستريتش قبل كده، في ستاتيك ودايناميك، ودايناميك اللي هو جيركس، واتكلمنا عليه. هنا ستاتيك طبعا، جميل. شوف الاسباب بقى نمره واحد ايه؟ ها بيقول ايه؟ الاناتوميكال ستيت اوف ذا ماسلز، اللينث از نورمالي سلايتلي ايه ليس ذان ذا ديستانس بتوين الاوريجنز والانسيرشنز بتاعت الماسل. وبعدين مايلد تونيك ديسشارج في سجن برضه، يعني وجد الجاما موتور نيورون دي، جاما موتور نيورون دي هي طبعا زي ما شفنا لها اهميه كبيره جدا. جاما موتور نيورون بتروح برضه بتبعت برضه على خفيف كده برضه ايه بسيط، وفي الريست كده تقوم تشد المصل سبيندل شويه. ها اظن دلوقتي اتفهمت بقى حاجه اسمها الجاما لوب، ارجو تكونوا ايه ما نسيتوهاش. الجاما ايه؟ لوب. يعني هي الجاما دي تبعت على مين؟ على المصل سبيندل، تعمل له ايه؟ تعمل له ستريتش. خلاص يبقى هيكون الريزلت هنا ان يعود تاني بحيث انه يعمل لنا مصل كونتراكشن. والفاكتور الثالث هو الفورس اوف جرافيتي. يبقى اذا في هنا اكثر من ميكانيزم علشان يحصل المصل تون ديستريبيوشن كل المصلز، بالذات مين؟ الانتي جرافيتي اللي حكيت لك عليهم دلوقتي، وكان اخر واحد قلته لك الاليفيتورز اوف ذا لور ايه شو. كويس. ايه الفانكشنز اوف ذيس تون؟ الفانكشنز اوف ذا سكيليتال ماسل تون ده طبعا نمره واحد اسينشال فور مينتنس اوف ذا اريكت بوستشر. تخيل بقى ان عضلاتك ريلاكس تماما، هتقف ازاي؟ الجاذبيه هتروح على طول مكوماك على الارض، طوالي ظهرك يتني ورجليك تتني وكلك تنزل كده ايه؟ تنزل مكفي على الارض كده على طول. نمبر 2 انها بتساعد الفينس ريتيرن والليمف فلو من اللور ليمبس، فاكرينها؟ ياه. في الكارديو فاسكولار سيركوليشن، فينس ريتيرن عشان يرجع من اللور ليمب هو الليمف فلو، محتاج جدا للمصل ايتون ده والمصل كونتراكشن عشان يعمل بريشر على الفيسلز تقوم تدفع الايه البلد او الليمف الى الفوق الى ناحيه الهارت. يعني الابدومينال مصل تون ده بريفنت فيسرال توزيس. توزيس يعني انتوا عارفين توزيس يعني حاجه ورخراخه كده، زي انتوا فاكرين في الهورنر سندروم كان في توزيس وميوزيس وبتاع، وكان توزيس معناها ارتخاء الايه الابر اي ليد في الهورنر سندروم. فيسرال توزيس يعني تلاقي ايه التون بتاع الابدومن، ابدومن المصل ما فيش، فالمصل بقت ملهلطه كده، والفيسرا جوه رخ ايه عامد جوه، مش مفيش حاجه حيشاها يعني. امبورتنت سورس اوف هيت برودكشن، هتاخده في الميتابوليزم لما تتعرض لكولد، جو كولد، من الحاجات او من الرياكشنز المهمه جدا عشان تزود البرودكشن، هيت برودكشن ان ذا بودي، انك تزود